هل المسافر يصلي السنن الرواتب وكذلك يقوم الليل إذا كان اعتاد على قيام الليل؟ أما الرواتب فلا يصليها، إذا قصر الصلاة لا يصليها إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر لا تترك لا في الحضر ولا في السفر. أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء هذه يتركها إذا قصر الصلاة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت. كونه يقصر الصلاة هذا لا يقال له تأتي بالراتبة، لأنه مرخص له في ترك بعض الصلاة، فكيف يأتي براتبة؟ هذا في الذي يقصر الصلاة. أما قيام الليل والوتر فهذا لا يتركه الإنسان لا في الحضر ولا في السفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في الليل وهو على راحلته أينما توجهت به، كان لا يترك قيام الليل بل يصلي على الراحلة أينما توجهت به. فالمسافر يقوم الليل، والمسافر يوتر، والمسافر يأتي براتبة الفجر، المسافر يصلي صلاة الضحى لا بأس بذلك.